اصطلاح فريد من نوعه غير متكرر في الكتاب المقدس اللي قال فيه هذه الجملة: هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانيون لا روح لهم. يعني ايه بقى نفسانيون لا روح لهم؟ معنى الكلام ان الروح العاقلة هي الكيان العاقل اللي بيقود النفس والجسد. فلما يقول نفسانيون لا روح لهم يبقى هم سالكين بحسب الغرائز، يعني اللي بيقودهم هو النفس، يعني بلغة الاستعمال الشائع بتقودهم الغرائز. كل انفعالاتهم عبارة عن انفعالات الغرائز. شيء خطر يخاف، ما هي دي غريزة الخوف، ما هو الخوف موجود في النفس. غريزة الأمومة زي ما القطة خايفة على عيالها، هذا يبدو أنه حب. لا، هذا ليس الحب، هذا الغريزة بتاعة الأمومة اللي زيها زي القطة بالظبط. يعني زي ما هي خايفة على عيالها هي زي القطة تمام بتمام، مش مختلفين في حاجة. لكن اللي أنا بسميه الحنان ده غريزة الأمومة، ده اللي بيكشف سقوط الإنسانية وأنها فقدت صورة الله. هي العبارة دي إن أمي هي الأكثر حنان مش أبويا، ده بيكشف إنه صورة الآب ومحبة الآب مش فقدت من الرجل والمرأة، لا دي فقدت من الرجل والمرأة، ولكن وجود غريزة الأمومة عاملة بديل مغطي عليه. عارفين بقول ليه لم يكن حبا؟ بقلب جامد كده وأنا مالي إيدي، بسبب بسيط جدا، لأن الإنجيل قال لي أن الحب هو جوهر الله، الله هو الحب والحب هو الله، مش قال الله محبة، الله حب، وأن المحبة محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. فإذا لم يكن هنالك الروح القدس، فإذا لم يكن هنالك اتحاد بالله، فإذا لم تكن هنالك حياة الله، فمفيش حب، لأن الحب هو الله، مفيش حب خارج الله. ما الذي يقود؟ هو النفس أم هي الروح؟ الروح الشرير أما بيجي على الإنسان بيجي في النقطة اللي بين النفس والروح. ليه بقى؟ عشان يضرب عصفورين بحجر. العصفور الأولاني إنه بيحاصر الروح، بيخلقها، يقول لك حاسس إن حاجة خلقاني. العصفور الثاني اللي يضربه إنه يبتدي يحرك النفس. يعني إيه؟ يعني الدور اللي كانت الروح الإنسانية هتلعبه في قيادة الإنسان يلعبه مين؟ الشرير، يحرك النفس، يشع جوه النفس، فتتحرك النفس بمشيئات إبليس. هنا بقى بيبتدي اللي قال عنه كتاب الروح، الروح القدس طبعا، يشتهي ضد الجسد النفس. طبعا هنتكلم عن المرحلة اللي دلوقتي اختارت النفس أن تتحرر وقبلت الروح القدس، فدخل النور إليها، فبقى الروح القدس متحدا بالروح الإنسانية عنده رغبة، عنده مشيئة التي هي مشيئة الله، وبقي الجسد والنفس عندهم مشيئة اللي هي بصمة الشرير، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. في حاجتين نفسي ينوروا قدامك الليلة، لو الحاجتين دول نوروا هيحصل نقلة روحية خطيرة في حياتك. الحاجة الأولانية إنك تشوف حركة روح إبليس جوا نفسك، ما هو أنت شايف إن أنت اللي عايز، إنك تشوف إن دي مشيئة إبليس. طب اشوفها ازاي؟ هي سهله قوي، ما دام تبقى ضد مشيئه الله وضد كلمه الله وضد الوصيه يبقى فرمل. الخداع اللي بيخدعك انك بدل ما تشوف ان دي بصمه روح ابليس بتشوف ان دي انت، فتقول انا خايف، انا خاف، انا ما فيش فايده، انا ما اتغيرتش، خلاص انا واقع، خليني واقع. الدليل ان مش انت عايز كده، ان الصوت بتاع الروح القدس بيبقى قادر يرن جوه روحك وبيرن ويقول لك حاسب دي اهي مشيئه الروح. ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. لان لو انا اقتنعت ان ده انا يبقى انا سلمت بالمعركه من اولها. إذا دخلت المعركة من خلال خداع إن نفسي هي اللي عايزة الشر،
يبقى المعركة رايحة وهي دي الخدعة اللي إبليس بيعملها مع الكثيرين. لكن لو أنا دخلت المعركة باقتناع إن أنا اخترت الرب وإن ده بصمته متخفية جوه الناس، هقدر أقول له لأ. طب أرفضه إزاي؟ التأثير لابد أن يأتي مكانه تأثير، الفعل لابد أن يأتي مكانه فعل. تأثير الخاطئ اللي جاي على نفسي آجي عليه بقوة التأثير الإلهي بتاع روح القدس، قوة المضاد. هو جاي بالجرح والكراهية، أطلب وآجي عليه بتيار صف الغفران. هو جرحني بالكبرياء، آجي أنا أغوص في الإقضاء. هو جاي عليا بالخوف، أغوص في الإيمان. ما سيحدث هو أنك بهذه الطريقة بالروح القدس هتعمل إيه؟ هتبيد البصمة بتاعته من النفس. البصمة دي يا جماعة ليها كمية وطاقة، وما دام ليها كمية وطاقة كل مرة هتعمل كده هيحصل لها إيه؟ اضمحلال، لغاية ما يجي وقت البصمة دي يحصل لها تفنى وتطلع من الجسد نهائية. بنعمة المسيح كل واحد فيكم سيستطيع من هذه الليلة أن يتفحص أعماق نفسه وأن يميز بين النور والظلمة، ويشوف خدعات إبليس ويقول له اخرج اخرس واخرج، ويطرده من نفسه، وأن يأتي بقوة روح القداسة لتطهير نفسه من حضور إبليس. صدقوني أو صدقوا كلمة الله، في الآخر هذه البصمة حتفنى من النفس والجسد تماما، وستمتلئ النفس والجسد مع الروح من قوة الروح القدس. في ذلك اليوم بيقول في سفر زكريا يصير العاثر كداود وبيت داود كالله، لأن الله بهذه الطريقة سيملك ملكا فعليا وحقيقيا في كنيسته على الروح والنفس والجسد معا. أمين.